بالإجمال هو بيصرف على 9:30 عشية، بكون أنا مخلصة اجتماعاتي، بعض الأوقات هو بينطرني، بعض الأوقات أنا بنطره. أول شغلة طبعاً بنعملها بنروح نتعشى. على العشاء بيكون في عندي بعض الأشياء بحب أخذ رأيه فيهم، مثلاً أشياء العلاقة ببشري والمنطقة. فيما بعد بس نخلص العشاء بالإجمال بيقلي عبالي طفي راسي. هون بننزل يحلي فيها التلفزيون لأن الوضع الأمني ما بيسمح مثلاً نطلع نتعشى برا، خاصة هلأ بعد الاستحقاق الانتخابات النيابية اللي صار بال2022، يعني الوضع الأمني عليه صار بعد على أصعب. مننزل منحط فيلم بالإجمال على نتفليكس، حضرنا سوا روم، حضرنا سوا مثلاً هاوس أوف كاردز، حضرنا سوا أرتغرول، يعني هو عنده مال هيك للفلوم التاريخية.